يخلي المنتقل رئيس الوزراء، يخلي باللجنة التحقيق مع المتضررين، يخلي محافظ نقار وقائد الشرطة وهم بخصمني. المحافظ قتل 23 واحد على مود بناية مال طابوت، بناية متهالكة مع المحافظة، بناية قديمة انقتلوا على مود 23 واحد خاف يحبونها بتالي. انت تخليني محافظ وقائد الشرطة وين اللجنة المشكلة مع المظاهرات؟ لو تخليني شيخ من البصرة مع احتراماتي لأهل البصرة وشيوخ البصرة، شنو الناس اللي ما بيها شيوخ؟ كل أمراء القبائل والشيوخ العموم هم من الناصريين. احنا مو ما عندنا شيخ تخلي الشيخ من البصرة ما يقدر شوارع الناصريين، ولا تخلي قائد الشرطة وين اللجنة. سيادة الوزير، الأمور مشخصة واضحة. خلوا بالكم أنه الناس المتظاهرين والشباب والناس هاي كلها اللي قاعدة ما جاية على مود قطع ولا جاية على مود وظائف. اليوم السيد المحافظ اللي يوزع قطع ساعة بيوم تظهر. خلي أوضح لك أنه احنا ما طالعين على مود قطع ولا طالعين على مود وظائف. الناس طامعة ما تريدكم أنتم موجودين بالحكومة. جزاك الله خير. ومن المؤسف أنه برلمان 350 واحد ومجلس محافظة نقار ومحافظ ما فيهم واحد طلع قدم استقالة خاطر هاي الناس. هسه مين مستحي يسوونها؟ واحد يستحي من الناس يطلع يقول انا قدمت استقالتي ما يقدر تقدم شيء. الاخ سياده النائب اللي يمك ما اجى نزلنا بالشارع. ما فيهم واحد شفنا من 18 واحد نواب محافظه انتقال. احنا مطالعين مظاهرات، لا نريد تعيينات ولا نريد قطع اراضي ولا نريد اي شيء. احنا طالعين ما نريدكم بالحكومه. جزاكم الله خير. اطلعوا واتركوا هاي الناس هي اللي تشوف حالها.